صباحكم. اليوم بفقرة نصيحة طبيبك رح نحكي عن شيء مشاهد كتير أو عم نشوفه كتير بعياداتنا الخاصة، اللي هو تشوهات العمود الفقري اللي عم نشوفه عند الشباب اليفع بسن 16 أو 17 سنة أو 18 سنة. بهالسن هيدا قليل ما مشاهد كنا تشوهات العمود الفقري، لكن نتيجة وضعيات سيئة عم بيقعدوها الطلاب سواء في المدرسة أو أثناء الدراسة أو أثناء استعمال الموبايل، عم بيقعدوا لفترات طويلة بوضعيات مانا نظامية أو مانا جيدة، عم تؤدي لحدوث تشوهات في العمود الفقري، هو ما يسمى بالجنف. طبعا هذا السبب الرئيسي لإله إذا ما كان خلقي ما كان من البداية، هو الوضعية الخاطئة اللي عم بيقضاها الطفل على مدى السنوات متعددة خلال فترة الدراسة، أو مثل ما حكيت لك استعمال الموبايل لفترات طويلة عم بياخد الطفل وضعية ما أنا مزبوطة أثناء استعمال الموبايل، عم تؤدي إلى حدوث هذه التشوهات. طبعا ضروري ننتبه للتشوهات في فترات معينة وتشخيصها بشكل مبكر حتى يتم معالجتها بشكل مثالي ومنع حدوث التشوه الثابت. أما إذا أهملت وما انتبه عليها الأهل وانتبه عليها الطبيب، ممكن تصير تشوهات ثابتة وغير قابلة للتراجع وتؤدي إلى مشاكل فيما بعد عند الشباب في سنوات متقدمة. لذلك أنا بتمنى من الأهل ينتبهوا لهالنقطة هيدي على الطفل كيف عم بيقعد حتى يمنعوا حدوث هذه التشوهات، وفي حال لاحظوا أي شيء لازم يراجعوا الطبيب لتحديد أو إجراء صور شعاعية لتحديد الزاوية، زاوية الجنف، ووضع خطة العلاج المناسبة حسب الزاوية، زاوية الجنف يعني. بنحط خطة علاج سواء بالعلاج الطبيعي أو العلاج الفيزيائي أو وضع مشدات، وأحيانا إذا كانت الزاوية كبيرة ممكن يكون في إجراءات أكثر تعقيدا أو إجراءات جراحية. طبعا بتمنى من الناس الالتزام بهالنصائح هيدي حتى يمنعوا حدوث التشوهات اللي عم نحكي عنها، والتمنيات للشفاء لكل المرضى ولكل المراجعين إن شاء الله.